انت تعرف شنو قيمة ان الانسان يقوم اخر الليل ويصلي لله سبحانه وتعالى، يترك فراشه يترك راحته، ويمكن يكون تعبان وباشر وراء دوام. يقول صلى الله عليه وسلم: الرجل من امتي يقوم من الليل يعالج نفسه، اسمع الكلمة، يعالج نفسه لانه تعبان ودايخ بس قاعد يقوم. فيقول الله للذين وراء الحجاب الملائكة: انظروا الى عبدي هذا يعالج نفسه ويسألني ما سألني عبدي هذا فهو له. هذا اللي قام بالليل ويكابد ويجاهد نفسه يقوم يصلي لله، اي شيء يطلب ويدعوني انا راح اعطيه اكراما له. هذه قيمة ان يقوم الانسان اخر الليل. قال صلى الله عليه وسلم: اقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الاخر، فان استطعت ان تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن.